اليوم راح أكلمكم عن الباي أو الطاء بالعربي اللي نعرفها لأنها 3.14، مع أن هذا الكلام غلط. ورغم أن الآلة الحاسبة تعطينا عدد أكبر من الخانات العشرية، إلا أنها تتوقف عند الأربعة، وهذا الشيء برضو غلط. تقنياً الباي عبارة عن عدد عشري غير منتهي، معناته أن الخانات العشرية فيه تمتد إلى المالا نهاية. هذا رمز المالا نهاية راح نتكلم عنه في فيديوهات قادمة. معناته أن 3.14 عبارة عن قيمة تقريبية نستخدمها من أجل الاختصار. الباي علاقتها بالدائرة أنها تمثل محيط الدائرة تقسيم قطرها، محيط أي دائرة كانت سواء كبيرة أو صغيرة. لو أرسم هنا دائرة نصف قطرها 3، معناتها قطرها 6، وأوزع هذا القطر مرتين 3 وشوي، وأقارن محيط هذه الدائرة بتقسيمتي للقطر. لو أمد محيط الدائرة على تقسيمتي للقطر راح يغطي محيط هذه التقسيمة 3 مرات الجزء العشري من الباي. معناته لو أخذ دائرة نص قطرها نص، يعني قطرها الكامل 1 سنتي فقط، وأقارن محيطها بالباي اللي يساوي 3.14، محيط هذه الدائرة لازم يكون 3.14 تقريبا. راح أمد محيط هذه الدائرة على مسطرة، راح أشوف أن محيط الدائرة اللي قطرها 1 عبارة عن 3.14 وشوي. هذا بالنسبة للباي في الدائرة، لكن لما ندرس الباي في حساب المثلثات راح ندرس على أنه 180 درجة. شلون؟ وتونا قايلين أن الباي عبارة عن 3.14، صح؟ الباي تجي كرقم أو كزاوية. بما أننا راح نتكلم عن الزوايا، خلوني شوي أقول لكم عن طريقة حساب الزوايا. عندنا طريقتين، تقدير عشري أو ستيني وتقدير دائري أو نسميه راديان. في التقدير العشري نقول أن الدورة الكاملة حول الدائرة تساوي 360 درجة. في التقدير الدائري نعرف الواحد راديان على أنها الزاوية اللي القطاع الدائري المقابل لها أو الأرك يساوي نصف قطر هذه الدائرة. راح أوضح لكم في دائرة نصف قطرها أيضا 3، راح أخذ نصف دورة. إذا الدورة الكاملة عندي تساوي 360 درجة، معناتها نصف الدورة تمثل 180 درجة. هذا بالنسبة للديجريز. لو أشوف بالراديان راح أخذ قطاع دائري، طول القطاع الدائري هذا يساوي نصف القطر. بما أن هذا القطاع الدائري يساوي نصف القطر، معناته أن هذه الزاوية عبارة عن 1 راديان. راح أكرر هذه العملية مرة ثانية وثالثة، وراح يبقى عندي في نصف الدورة جزء بسيط. هذا الجزء صادفة يمثل الجزء العشري من الباي. عشان كذا 180 درجة تساوي 1.23 وشوي راديان. لما أقول أن 180 درجة تساوي باي، أنا أتكلم عنها كوحدة قياس زوايا. أخيرا لما أتكلم عن الباي ودي أقول لكم عن شيء اسمه باي وورلد رانكينج. الباي رانكينج هي عبارة عن لستة فيها أسماء ناس يحفظون أكبر عدد ممكن من الخانات العشرية بعد الفاصلة. يتصدر هذه القائمة واحدة من الهند، تخيلوا أنها حافظة أكثر من 70,000 رقم بعد الفاصلة في الباي. ويتصدر هذه القائمة ناس من الهند والصين. وللأسف لو نقوم بإجراء دورة كاملة على الدول اللي متصدرة أو متواجدة في القائمة، للأسف ما راح نلاقي أي دولة عربية. ممكن نحن ندخل قائمة لو بس نحفظ 20 رقم بعد الفاصلة. هذا الشيء صراحة يعطي شوية أمل. أخيرا تذكر تسوون سبسكرايب للقناة، لايك وشير للفيديو. Until then keep calm and love math. وإذا عندكم أي سؤال تذكروا تحطونه بالكومنتس. سلام.